ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هتكلم على توقعات العاطفة لبرج الميزان في شهر مايو 2020. برج الميزان عندنا الوضع العاطفي قد ايه هيكون رائع جدا جدا، يعني هيكون في اشياء كتير قوي، في دعم كبير من الشريك. بالنسبة للناس المرتبطين هيكون في تميز كبير، هيكون في أساسا الوضع العاطفي، يعني إحساس العاطفي عند برج الميزان قد إيه بيكون في هدوء، في استقرار. برج الميزان نفسه عايز الوضع العاطفي إن هو يكون متحسن. برج الميزان هيكون عندك في فعلا تحسين في الوضع العاطفي، ولكن هيكون في حتة اللي هو انك فرحان بده، وفرحتك بده هتبدأ انها تظهر امام الاخرين، وده شيء هيجيب لك الحسد اكتر، لان حياة برج الميزان دايما منظورة، والوضع العاطفي من اكتر الاشياء المنظورة عند حياة برج الميزان، لان بيكون صعب على الاخرين تقبل فكرة ان برج الميزان يكون سعيد في حياته العاطفية او يكون مبسوط. زائد ان هيكون في كتير جدا جدا من الاشخاص المرتبطين اللي كان ليهم علاقة في الماضي، الماضي بيراقبكم مرة تاني وبيراقب علاقتكم العاطفية. لما يلاقي شخصية برج الميزان قد ايه سعيد، ده شيء بيوتره جدا جدا او شيء متعب بالنسبة له. عامة تعالوا نتكلم بشكل تفصيلي اكتر على الناس المرتبطين والقصة بتاعتهم، وبعد كده نتكلم على الناس اللي هي مش مرتبطة. الناس المرتبطين في دعم كبير من الشريك، خاصة لو كان من الأبراج النارية أو الأبراج المائية. الأبراج النارية والأبراج المائية هيكون في حب، في دعم، في قوة من الشريك ده لشخصية برج الميزان بشكل قوي جدا، خاصة من الأبراج النارية برج الحمل وبرج الأسد، من الأبراج المائية اللي منهم برج العقرب وبرج الحوت بشكل قوي، برج السرطان كمان عايز هو يحسن العلاقات لانه بيدور جدا جدا على الاستقرار العاطفي. كمان هيكون في تنازلات قوية ما بين الشريكين، هيكون في تفاهم كبير على لغة المستقبل او تفكير في المستقبل. يمكن اصحاب برج الميزان كان شوية ممكن يبقى في بعض المعاناة، خاصة العشرية الاولى مع الشريك في الفترة اللي فاتت، مش معاناة، ولكن في فترة قلق، في توتر، ممكن كان في بعض الخصام اللي كان موجود او الانفصال المؤقت، ولكن هيكون في مايو ان احنا العلاقات هترجع مرة تاني، وهترجع بشكل افضل واحسن بكتير جدا جدا. برج الميزان هيكون عندك في اللي هو فكر جديد في حياتكم، انتوا الاتنين هتكون بتفكروا في حاجة جديدة او حاجة هتجمعك ما بينك وما بين الشريك. ممكن يكون في بيبي جديد، في انتقال لمكان جديد، في حياة جديدة على برج الميزان وشريكه بشكل قوي جدا، او هي بتخص الوضع العاطفي، وهتهيئ برج الميزان في ان هو يحسن الوضع العاطفي، في ان هو يكون عنده استقرار او عنده هدوء نفسي بيطلع في السلام العاطفي، فده هيكون شيء جيد جدا. برج الميزان هيكون عندك كمان من الناس المرتبطين وكان ليك علاقة بالماضي، الماضي هيبدأ انه يفتكرك كتير، لدرجة ان ممكن تحس ان انت بتحلم بشخص الماضي كتير، حاسس ان هو قريب منك لانه عامل لك نوعا ما من التخاطر، او بيعمل لك نوعا ما من الجذب، من كتر التفكير بيسحبك من روحانياتك عشان تبدأ ان انت تحس بيه. يعني احساسك بشخص من الماضي كتير ده معناه او دلالة على تفكير الشخص ده ليك بشكل قوي، وعايز انه يجذبك من الشريك اللي انت موجود معاه حاليا، يعني الشخص الماضي ده عايز ياخدك من الشريك الحالي. عامة طبعا نصيحة لكل الأشخاص اللي هم بيمروا بالنقطة دي، ابتعد تماما عن التفكير ده، حاول ان انت تلهي نفسك اكتر، ما تفكرش فيه، لان هو بيحاول من كتر التفكير فيك بيحاول ان هو يخطفك، فاحذر جدا لانك ممكن تتلخبط بقى، ممكن تتوتر ويحصل فيه شكوك في الأمور، فده مهم جدا. برج الميزان ده من حيث الناس المرتبطين. اما الناس اللي هم لسه مش مرتبطين ومستنيين الارتباط، على فكرة برج الميزان انت عندك توضيب لامورك الحياتية والعملية، وعندك نجاح، شكلك بيزدهر اكتر، عندك امور كتير، يمكن انت في حاجات كتير هنهلك فيها او هنتعب فيها، لكن احنا دايما تحت الانظار، وده شيء بيخلي ان الجنس الاخر يكون بينظر لنا بشكل قوي، بنبقى متراقبين قوي، يعني دايما رجل الميزان منظور من الاخر
الاخريات يعني، من ناس كتيره، من ستات كتيره، امراه كتير، مرأة الميزان نفس الكلام. فده هيخلي ان يبقى في كتير من عروض الارتباط، عروض زواج، في اعجاب كتير، في اشخاص كتيره هيقولوا ان هم معجبين بشخصيه برج الميزان. برج الميزان انت نجاحك او انبهارك بنفسك هيكون واضح، واضح على مختلف الاصعدة، يعني بأي طريقة هيكون واضح، وده هيخليك ان انت الاضواء تكون متسلطة عليك، فبالتالي هيكون في اعجاب من الاخرين بشكل كتير، حتى كمان هتحس بيه اختلاف الاجواء حواليك من الوضع العاطفي، هتحس ان انت مرغوب فيك بزيادة. برج الميزان بقى بالنسبة للناس المنفصلين زي ما قلت هيكون في رجوع في الماضي، بس برج الميزان بالنسبة للمنفصلين هو أغلبية برج الميزان مش عايز يرجع، أو مش عايز يرجع مرة تاني، مش عايز أجدد علاقة كانت سلبية أو علاقة كانت مش كويسة. ممكن برج الميزان أكون عايز أرجع عشان الانتقام، عشان أخد حقي، عشان أحس بقيمتي، ذاتي، شخصيتي، لكن إني أرجع ليك عشان أنا باقي عليك ممكن أكون إحساس جوايا بحسه بالمنظر ده، لكن إني رجوع تام لا، صعب جدا على برج الميزان إن هو يتقبل فكرة الرجوع التام. فهيكون في كتير من الرجوع وطلب الرجوع ومراقبة من الماضي وكل الحاجات دي موجودة، لكن مش كل برج الميزان اللي هيكون عايز يرجع. هو اللي اقدر اقوله من النقطة دي ان حقك يا برج الميزان هيجيلك، الشخص اللي ظلمك هيبدأ ان هو يرجع لك، الشخص اللي هو جرحك، الشخص اللي خانك، الشخص اللي هو سابك اساسا هو اللي عايز يرجع، هو اللي بيفكر فيك كتير، فده هيكون في رجوع حق من الموضوع ده. برج الميزان هيكون عامة الوضع العاطفي مميز جدا جدا، لكن هيكون في بعض الأيام اللي بيكون فيها قلة حظ، ده طبيعي إنه يحصل، ولأن برج الميزان هو برج هوائي فطبيعي يحصل عنده تقلبات في الأمور الشخصية، تقلبات في قبوله هو لأمور معينة، للتكيف مع أوقات معينة في أوقات، فهيبدأ ان هو في مشادات، في اختلافات، ولكن هيبقى بيصلح على طول. برج الميزان هيكون عندك شدة في الدبلوماسية قوية جدا، ده هيخليك ان انت تتميز بعلاقتك اكتر او يبقى عندك قرب بعلاقة معينة. تعالوا نتكلم على برج الميزان وعلاقته مع كل برج. تعالوا نبدأ من برج الحمل. برج الحمل والميزان هيكون في علاقة قوية جدا جدا، ممكن كان في فتور قبل الفترة اللي فاتت نظرا ان كان في البرجين دول كل حد فيهم مشغول في شيء معين. برج الحمل كان مشغول جدا في امور كتيرة، كان عنده سعي او مجهود، ولكن هتبدأ الاوضاع تستقر وفي هدوء، وفي كمان هيبقى انجذاب قوي ما بين الميزان والحمل بشكل رهيب. يعني من الابراج برضو الى برج السور احنا ناخدهم بالترتيب، يعني من اول الابراج لحد اخر الابراج. برج السور برج ترابي، وبرج السور هيكون في تقوية في العلاقة مع برج الميزان، هيكون في تحسين في العلاقة، ولكن هيكون في انتقادات شوية ممكن تكون مثيرة، هتخلي شخصية برج الميزان يتنرفز مع عدم قبول نرفزة برج السور، نرفزة الميزان مش هيتقبلها، فممكن يكون في مشادات، ولكن الوضع هيعدي، بس هيكون في تقوية علاقات، والسور هيكون عنده بيميل إلى الاستقرار العاطفي، فده هيخلي خفت شوية من حدة والمشاكل اللي ممكن تكون موجودة. بعد كده برج الجوزاء. برج الجوزاء برج هوائي جدا، بيتكيف قوي مع شخصية برج الميزان سواء رجل او مرأة، فهيكون في تفاهم كبير جدا، في تقوية في العلاقة، خاصة ان هما الاتنين هيكونوا في شهر مايو دماغ او تركيبة مختلفة، تركيبة كده تحس ان هي تركيبة نووية، يعني هما الاتنين لو اتفقوا على اي حد هيكسروا الدنيا، هما الاتنين هيكونوا بينظروا للمستقبل، هينظروا لبكرة قوي، بيعملوا اهداف كتيرة، دماغ مشتركة قوية جدا جدا، ناجحة جدا في شهر مايو. اما البرج اللي بعد كده برج السرطان المائي، هيكون مع برج الميزان في استقرار عاطفي، في تفاهم، هيكون الشيء اللي هم فاقدينه شويه في العاطفه يقدروا يكملوه، في برضو انجذاب، كل الابراج اللي انا لسه بتكلم عنها في انجذاب قوي، ممكن يكون بس الابراج الترابيه اللي هو منهم السور اللي حكيت عنه في انتقاد او في بعض النفور شويه، بعض لكن مش بشكل كامل، لان السور بيحب جدا شخصيه برج الميزان.
وقفنا عند برج السرطان، بعد كده برج الأسد. الأسد الناري هو داعم قوي لشخصية الميزان، بيحب الميزان جدا جدا، عنده دايما تواصل أو قرب أو حب أو انجذاب دايما لشخصية الميزان. والميزان كذلك ممكن الميزان بينتقد حتة الغرور اللي ممكن تكون موجودة في الأسد أو بيشوفها بشكل غرور، ولكن هيقدر إنه يتكيفه مع الوضع ويكون في تحسين علاقات بشكل قوي. الميزان هيحس إن الأسد مضحي ليه، فده شيء هيعجبه جدا، فده هيكون في تحسين في العلاقات. البرج اللي بعد كده برج العذراء الترابي. برج العذراء هتحس ان هو بينتقدك اكتر، شايفك ان انت خطأ اكتر. يعني برج العذراء عنده انتقاد كبير على الميزان وشايفه بيغلط، يعني شايفه ان هو عمال يغلط، والميزان شايف ان ده رد فعل لحاجة معينة. ممكن يكون خلاف موجود من ابريل لسه مستمر، ولكن هيكون لو رجل العذراء هيكون في تحسن علاقات. مرأة العذراء مع رجل الميزان هيكون الوضع شوية متعب، فده هيكون موجود في شهر مايو. برج الميزان مع الميزان علاقة يعني ولا أروع في وقت الانسجام، في وقت الخلاف كأنك كده جايب اتنين سوس قدام بعض يعني، أو اتنين جاحدين جدا قدام بعض. لكن عامة برج الميزان انت بتدور على الاستقرار، بتدور على الحب، هيكون عندك تناغم وفكرة للمستقبل. فالميزان والميزان هيكون عندهم لغة مشتركة في شهر مايو بشكل قوي، ده هيقوي العلاقة ما بينهم. بعد برج الميزان برج العقرب. العقرب والميزان حب، ثقة، في منافسة، إثارة في الأمور الحياتية والأمور الجسدية، وحاجات كتير جدا جدا ما بين العقرب والميزان مشتركة بتخلي إن العلاقة تنمو أكتر. ممكن يكون في برج العقرب غيرة من أو غيرة على شخصية الميزان، يعني بيغير عليك جدا. في ممكن تكون نوصل الموضوع لبعض الشكوك، ولكن الموضوع هيبدأ إنه يكون أفضل أو أحسن. برج القوس وبرج الميزان. القوس برضو هيكون شايفك إن أنت بتغلط، أو هو هيكون القوس سريع معاك كمتردد، لكن برج الميزان قادر على جذب شخصية برج القوس، وقادر على إن احنا اسمها ايه ناكل دماغ برج القوس، فده شيء برضه هيكون جيد جدا، خاصة لو رجل الميزان مع مرأة القوس يعني، والعكس اكتر يعني، لو رجل هو القوس هيبقى العكس اكتر. البرج اللي بعد كده برج الجدي. الجدي على فكرة منجذب جدا لبرج الميزان، عايز برج الميزان بشكل قوي، في انجذاب كبير يعني، الجدي انجذابه للميزان اكتر من الميزان للجدي، ولكن هيكون في تحسين في العلاقات، هيكون في برضه تفاهم اكتر، او هيكون في ان احنا واخدين بعض على فكرة الصداقة بشكل قوي جدا جدا. ده ممكن يحسن العلاقات او يقوي العلاقات العاطفية فيما بعد ان احنا نعدي فكرة ان احنا في صداقة مقربة جدا. برج الدلو بعد كده، الدلو البرج الهوائي مع البرج الميزان الهوائي، هيكون في شدة من الحب، شدة من ال او في الوضع هيكون جيد جدا جدا من حيث الوضع العاطفي. هيكون النص الاول في وضع عاطفي قد ايه رائع ومتميز، النص الثاني هيكون التعب على برج الميزان مع شخصية الدلو، لان الدلو شوية هيكون عنده بعض حالة الملل، لكن الميزان قادر على ان هو يخرجه من الحالة دي ويحسن العلاقة. يعني شوية انت يا برج الميزان اللي هيكون عليك ضغط في العلاقة مع برج الدلو في شهر مايو. برج الحوت اخر شيء، هيكون في علاقة، في استقرار، في حب، في تناغم فكري، تناغم جسدي كمان، يعني انجذاب لبعض بشكل قوي، في تقوية علاقات، في رجوع بنسبة كبيرة، في حب. الابراج المائيه عامه والابراج الناريه في تميز. واتكلمت مع برج او على برج الميزان مع كل الابراج، بتمنى جدا ان انا اكون فدتكم، بشكركم جدا، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. سلام.